أهل الباطل سواء كان صاحب قلم مسموم أو كان صاحب فكر عقيم، أهل الباطل استحالة أن تجد يجرؤون على الكلام إلا إذا تقووا، إلا إذا تقووا. لهذا نحن نقول دائما أهل الباطل ليس لهم شوكة، استحالة. الباطل الذي هذا يعني يتكلم مهذارة وليس له شوكة، هذا ما عليك منه، لكن إذا أصبحت لهم شوكة مصيبة، لأنهم يتقوون دائما بغيرهم، بحبل من الناس. أهل الباطل دائما يتقوون بحبل من الناس، أهل الحق لا. انظر هذا الفرق، أهل الحق لا، لو كان وحده فهو رجل وينصره الله ولو بعد حين. هذا الفرق بين أهل الباطل وأهل الحق. الآن إيتي برجل من أهل الباطل، اجعله لوحده، لا يقوى على تحريك شيء من معتقدات الناس، لكن ادعمه بحبل من الناس، ادعمه بالمال، ادعمه بوسائل الإعلام، وانظر ماذا سيصنع. لا يقوى أهل الباطل إلا بحبل الناس، لكن أهل الحق لا، لا تعطيه لا إعلام ولا تعطيه قلما ولا تعطيه شيء، اجعل فقط لسانه ينطق بالحق، وانظر إلى الناس كما قال ابن مسعود إن للحق نور. كلمة الحق لها نور هذه. نعم، والله أعلم.